بات عدد من قطع الأراضي في محافظة مأدبة يكتسي بأشجار الجوافة بعد توجه عدد من المزارعين إلى زراعتها، غير أن مشاكل واجهتهم ما دفع مديرية زراعة ذيبان إلى عقد ورشة عمل تبحث في هذه المعيقات. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. هربا من تدني أسعار الخضار، اتجه عدد من المزارعين في مأدبة إلى زراعة الجوافة لعلهم يجدون فيها ما يعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، لكن هذا القرار اصطدم بعدة عراقيل على رأسها قلة خبرة المزارعين هنا في طريقة العناية بهذه الشجرة. احنا نجهل بعض أمور الجوافة، احنا مزارعين أصلا مزارعين خضرة، وزرعنا الجوافة بسبب تردي أسعار الخضار، فاحنا في شغلات عندنا مثل التشوهات اللي في ثمرة الجوافة وأشجار الجوافة. هذا الأمر دفع مديرية زراعة لواء ذيبان إلى عقد ورشة عمل بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين لإعطاء النصائح اللازمة للعاملين بهذا المجال لتفادي أي مشاكل تظهر في ثمرة الجوافة. منطقة الهدان منطقة واعدة بزراعة الجوافة، كون الأجواء هنا أجواء مساعدة جدا وشبه استوائية على أساس زراعة الجوافة اللي تحتاج إلى درجات حرارة عالية. المنطقة هنا في عمليات استصلاح لبعض الأراضي. احنا هنا جينا نشوف بعض المشاكل الموجودة بالثمار، تشوهات، ما أعرفش لازم نتصور تشوهات، في منها ناتج على ضعف التربية للشجرة، يعني لو الشجرة تربت بطريقة أفضل ممكن في كثير تشوهات اختلفت. أيضا ضعف البرنامج التسميدي اللي موجود في المنطقة هاي أدى إلى وجود بعض المشاكل. بدأت زراعة الجوافة منذ 3 سنوات تقريبا، بدأت ب50 دونم عند أحد الأشخاص، وتمت مشاهدتها من قبل المزارعين فوجدوا أنه هاي تجربة ناجحة وتؤتي مردود اقتصادي جيد. بلشوا المزارعين يزرعوا على نطاق محدود، الآن مساحات المزروعة ما يقارب 300-350 دونم بعدد أشجار يقدر ب18-20 ألف شجرة. ويأمل المزارعون بتفادي هذه المشاكل مستقبلا لتسويق ثمرة الجوافة على أكمل وجه، خاصة أنها تعد من المحاصيل التصديرية المهمة.